ضروري يا خوتي تشوفوا هذا الفيديو، شوفوا هذه المعلمة كيفاش وصلت فكرة قوم لوط للأطفال. هم المنزول كانوا وحشين قوي قوي قوي، اي حد جاي يزور المدينة كانوا فاتحين الشنط بتاعته وواخدين كل حاجته ويسرقوه ويضربوه ويقولوا يمشي ويبعد عنهم. سيدنا لوط قاعد بيتفرج عليهم، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ليه بتسرقوا الناس؟ ليه انتوا وحشين كده؟ اي حد ماشي يتريقوا عليه ويقعدوا يعملوا تنمر وبولينج كان عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. هو الراجل لما بيجي يتجوز بيتجوز ايه؟ ست، صح؟ هما كان الراجل بيحب يتجوز راجل جايز، كانوا شواذ. اوكي؟ اوكي؟ قصة سيدنا لوط، هما أول قوم عملوا الحاجة الحرام دي. كان الراجل the man gets married to a to a man. ايه ده؟ هو ده ينفع؟ هو ده حلال؟ حرام، صح؟ ينفع راجل يتجوز راجل؟ سيدنا ادم اتجوز مين؟ حواء. سيدنا ابراهيم اتجوز مين؟ ساره وستنا هاجر. اي راجل يتجوز مين؟ ست. منطق، متجوزة ست ولا متجوزة راجل؟ راجل. باباك متجوز راجل ولا متجوز ست؟ ست. يبقى لازم يكون الراجل بيتجوز ايه؟ ست. الراجل بيتجوز ايه؟ ست. هما ليه كانوا بيعملوا حاجة زي كده؟ هما كانوا very rich، كانوا أغنياء جدا وكانوا رخمين وحرامية وما بيعبدوش ربنا. كان أهم حاجة عندهم يقعدوا يدوروا نعمل ايه جديد؟ احنا زهقنا من الستات، احنا هنتجوز رجاله. شفتي فيديو لراجل اتجوز ست وهو اللي بقى حامل؟ لا، ده ما بيحصلش. مفيش راجل يبقى حامل. دلوقتي في ناس بدأوا يعملوا زي قوم لوط. من بيتجوزوا من؟ ستات بتبقى عايز تتجوز ست. بالظبط كده. It's not natural. ربنا ما خلقناش كده. خلق الرجل يتزوج الايه؟ الست. المان to get married to a wife not to another man. خلاص؟ لما حد يوريني موفي ويشوف اشوف فيه انه المان متجوز المان وجايبين بيبي، جايبين بيبي منين؟ يعني راحوا to adopt a baby، يعني تبنوا بيبي. جابوا من راحوا للادوبشن سنتر وقالوا لهم عندكم بيبيز مامتهم وباباهم ميتين؟ فقالوا له اه. فقال لهم طب احنا هناخد البيبي وهندفع له فلوس وهنكبره ويبقى ابننا، عشان هما طبعا ما يقدروش يخلفوا. هو في راجل وراجل يخلفوا بيبي؟ هو في ست وست يخلفوا بيبي؟ اي حد يوريكم موفي في حاجه زي كده كلوز ذا موفي على طول. قولوا لهم على فكره ده حرام اللي احنا شايفينه ده. انا مثلا from 2 weeks or 3 weeks في المدرسة عند بنتي they were assigning a book، كتاب انها تاخده تقراه في البيت. فاحنا بنقرا وانا I'm reading the book معاها، لقيت بيقول ايه؟ و بابي كذا و دادي كذا. بابي و دادي، فين مامي؟ فين مامي؟ ازاي؟ ثانية واحدة، ازاي هي عندها بابي وعندها دادي؟ هو ينفع يبقى بابي ودادي؟ ما هما مش عايزين يقولوا بابي وبابي ولا عايزين يقولوا دادي ودادي، فعايزين يفهموكم انه اتس اوكي، انه اتس اوكي يبقى عندنا بابي اند دادي. Is this okay؟ No! Everyone has a bobby and a mommy. حتى الكرتون. دلوقتي بابا بيك، do you know بابا بيك؟ الكرتون بابا بيك. كان زمان يقول لك ايه؟ This is Papa Pig and this is Mama Pig، صح؟ النيو كرتون يقول لك ايه؟ This is Papa Pig and this is Daddy Pig. انا بشوف دلوقتي في boys started to like boys. Is this normal؟ No. Why? Why the boys started to like other boys and they want to marry them. Why؟ عشان هما طول النهار يحطونا في الكرتونز حاجات boys و boys. احنا نشوف انه this is ايه؟ That's okay. That's okay. Is this okay؟ No. This is not okay. فلو اي حد شاف اي كرتون اي ستوري اي حاجه فيها بابي وبابي نعرف انه ده حاجه ايه؟ حرام ولا
قوم لوط دول كانوا وحشين قوي قوي قوي.